مشاهدينا اهلا بكم في قراءه في الصحف، والبدايه غادي تكون بالاحداث المغربيه اللي عنونات في صفحتها الاولى التحقيقات الاولى تفضي الى ارتباط خليه العيون الارهابيه بعناصر انفصاليه من البوليساريو. الاحداث المغربيه كتبت ان التحقيق في ملف الخليه الارهابيه المنتميه للدوله الاسلاميه تم تفكيكها نهايه ابريل الماضي بالعيون. كشف خطورة هذه الخلية اللي كانت لها أهداف تكتيكية واستراتيجية، وحسب المصدر المطالع فإن الوثائق المحجوزة تؤكد حقيقة التواطؤ والتحالف الجلي بين شبكة الجهاديين وجبهة بوليزاريو. تسمو 200 تلميذ والأهل الغاضبون يحاصرون المستشفى ويستنفرون الأمن. هذا العنوان كان بالصفحة الأولى لجريدة المساء اللي كشبات أن مستشفى الزبير بمدينة سوق الأربعاء عاش حالة استنفار طبي وأمني بعد محاصرته من قبل مئات المواطنين اللي نقلوا أزيد من 200 تلميذ لتلقي العلاج إثر ظهور علامات تسمم خطير على عدد كبير منهم. أما الصباح فعنونات في صفحتها الأولى بمنقبات تتزعم عصابة للسطو بالأسلحة البيضاء، وكتبت الصباح عاشت مصالح الشرطة القضائية لعن الشقب البيضاء منذ ظهر أول أمس الأربعاء حالة استنفار غير مسبوق من أجل إيقاف منقبة تزعمت عصابة نفذت عملية السطو مقرونة بتعذيب في حق ثرية بمحلها الراقي للحلاقة والتجميل بحي كاليفورنيا. بهذا كنختموا جولتنا الصحفية، دمتم في رعاية الله. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.